استمرت عمليات الاقتتال بين القوات الحكومية في جنوب السودان والمتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق ريك ماشار رغم اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة الموقعة بين الطرفين المتناحرين. وفي مدينة بور عاصمة ولاية غونغلي أمطرت القوات الحكومية المدعومة بقوات أوغندية مواقع الخصوم بوابل من القذائف المدفعية، فيما طافت قوات المتمردين القرى معتلية الدبابات وعلى الأقدام، ويلقي كلا الطرفين باللائمة على الآخر إزاء انتهاك وقف إطلاق النار. وبدأ يوم الجمعة الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد. واندلع القتال في جنوب السودان بين مجموعات متناحرة في الحرس الرئاسي بالعاصمة جوبا في منتصف ديسمبر، بعضها موالي للرئيس سلفا كير والأخرى موالية لماشار وجماعات مستقلة مسلحة أخرى، وسرعان ما امتد لمناطق منتجة للنفط متخذا طابعا قبليا. وقتل آلاف المدنيين في موجة عنف هي الأسوأ في جنوب السودان منذ انفصاله عن الشمال في 2011، كما نزح أكثر من 700,000 عن ديارهم. على صعيد آخر، زارت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس معسكرا للنازحين يضم قرابة 27,000 مشرد من جنوب السودان في خضم مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية. وقالت أموس في زيارتها إن الناس يفقدون الثقة تماما ويريدون الرحيل بسبب تردي الأوضاع الإنسانية، موضحة أنها ستقابل خلال زيارتها مسؤولين حكوميين وعمال إغاثة في محاولة لتعزيز جهود الإغاثة والأمن للمشردين في جنوب السودان. محمد الجبالي، رويترز.